بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم عزيزي. لو وصلك هذا الفيديو وعملت لايك لن تخسر شيء، عملت سبسكرايب عزيزي، وخصوصا الموضوع اللي احنا نتكلم فيه ده محتاج يتحط عليه سبوت، معلش، لان احنا كلنا في بدايه كاس العالم مع مباراه الافتتاح ما بين قطر والاكوادور. شفنا الفيديوهات اللي انتشرت كالنار في الهشيم بعد المباراه، وهي فيديوهات الجمهور الياباني وهو بينظف المدرجات. قلنا الله الله على التجربه اليابانيه، الله على التجربه اليابانيه، وقلنا الله. طب الناس دي ايه المثاليه والجمدان اللي في اليابان ده؟ ايه اللي اليابان بتعمله ده؟ لدرجه ان في ناس امبارح سابوا ماتش اليابان والمانيا وقال لك ايه يا عم اللي الجمهور الياباني عمله بعد المباراه ده؟ ايه تنظيف المدرجات والكلام ده؟ لا، اليابانيين بدوا من الاول من ماتش قطر والاكوادور، لما القطريين نفسهم كانوا مصدومين، جمهور اليابان اللي كان حاضر في الملعب كان بينظف المدرجات، الناس كانت مصدومه جدا، لحد ما جه جمهور منتخب المغرب وقرر ان هو يسير على خطى التجربه اليابانيه. وعمل الجمهور منتخب المغرب برضه نظف المدرجات بعد مباراه المغرب وكرواتيا، وقرر ان هو يدي رساله للعالم كله ان لا مؤاخذه مش اليابانيين بس هم اللي بينظفوا مكانهم، لا احنا كمان بننظف مكاننا، واحنا كمان بننظف المدرجات، واحنا كمان لا مؤاخذه عالم نظيفه، واحنا كمان بنوجه رساله ان احنا جمهور راقي وان احنا جمهور عندنا رقيه. طب وكانوا مهتمين بموضوع التصوير؟ لا، كانوا مهتمين بموضوع ان الناس تشوفهم وهم بيصوروا الملعب وهم بيصوروا المدرجات وما بينضفوها، برضه لا. فدي تجربه محترمه جدا من قبل الناس المتطوعين اللي قرروا ان هم ينضفوا مكانهم في مباراه المغرب وكرواتيا. فتحيه كبيره جدا للجمهور المغربي، النسخه اليابانيه، تحيه كبيره جدا على الرقيه، والله تحيه كبيره جدا على الاحترام اللي انتوا كنتوا فيه. فلازم احنا هنا من منصتنا هنا نديكوا الريسبكت والاحترام على التجربه اللي انتوا عملتوها في الملعب، ونتمنى كل الجماهير العربيه تسير حزو الجماهير المنتخب المغربيه وتنظف مدرجاتها، بحيث كل الجماهير العربيه تطلع برضه بنفس المظهر اللي طلع بيه جمهور المنتخب الياباني، والناس كلها تقول ان دي عاده عربيه مش عادات اسيويه بس، والعرب بينظفوا المكان اللي هم كانوا موجودين فيه. فرساله جميله جدا من جمهور المنتخب المغربي، فشكرا جزيلا ليكوا على الجمال اللي انتوا عملتوه في مباراه المغرب وكرواتيا بره الملعب، وبرده جوه الملعب اتكلمنا كتير، لكن بره الملعب شكرا جزيلا ليكم والله على الرساله الجميله دي، وشكرا انكم اخترتوا تجربه محترمه تحاولوا ان انتوا تنفذوها في الملعب.